في موسم الهجرة إلى قطر اجتمع من كانوا يدعون أنهم أصحاب الأفكار والمبادئ، يبثون سمومهم في آذان وعيون من يشاهدهم عبر أذرعها الإعلامية. لكن القناع سقط سريعا، فلا أفكار ولا مبادئ، فقط المال القطري وحده كان القبلة والغاية. تلفزيون العربي الجديد هو مشروع أطلقته قطر تحت إدارة رجلها عزمي بشارة، ضخت فيه مبالغ طائلة وجندت له المارقين ممن باعوا أوطانهم وقدموها قربانا تلك السبوبة. سارت القناة الجديدة على نهج الجزيرة في مهاجمة الأنظمة العربية وبث شعارات الفتنة والإرهاب وتزييف الحقائق، لكن الصدمة الكبرى كانت عندما تخطت كل الخطوط الحمراء لتتطاول على الصحابة والخلفاء الراشدين عبر شاشتها في برنامج يرفع شعار التثقيف. انكشفت النوايا، هكذا غرد عبد الرحمن القرضاوي مهاجما عزمي بشارة، ومثله فعل وائل قمديل الذي كان يرأس صحيفة العربي الجديد قبل أن يطيح به بشارة. وبالطبع لم يكن هجومهما غيرة على الصحابة، وإنما تصفية حسابات مع رجل أراد أن يأكل الشاة وحده.